حضرتك اخر سؤال بس. لو انا مثلا بزعل مثلا الاستنجاح مثلا وبعد كده بزعل بالوضوء وانا في الصلاه في قطرات برد بتنزل والموضوع ده كل الصلاه يعني بعد ما اطلع من الاستنجاء اتوضا قطرات البرد تنزل في الصلاه، هل دي فيها حاجه على تبطل الصلاه؟ طبعا تبطل الصلاه، خروج البول يبطل الصلاة، لكن إذا كان هذا مرضا ونزول البول مستديما طيلة اليوم يعني نصف ساعة لا يمكن الاحتراز منه، تكون من أصحاب الأعذار. لكن إذا كان بإمكانك إعادة الوضوء والصلاة فهو ألزم بل يجب، لأن الوضوء منتقد بخروج البول بالاتفاق.